سالي لا تيم، جيسبر كو فوزالي بيان. رجعت نطلع عليكم تاني وصفه تاع لا حلويات العيد لهذا العام. نتمنى يكونوا الوصفات اللي اختاريتهم منكم يكونوا عجبوكم. الوصفه تاعنا اللي هي اعمامه القاضي كما راكم تشوفوا اللي سميتوها نتوما المتتبعين تاعي، اللي سماتها تكتب لي في التعليقات تقول لي انا اللي كتبت لك عمامه القاضي. هذه هي باسكو انا كنت رايحه نسميها سابلي بريستيج وانتوما اللي سميتوها. يلا نروحوا توت سويت نشوفوا الوصفه مع بعضياتنا. اول حاجه نعملوها هي لو شوكولا بلون او لو مول سيليكون. انا حتى اختاريت هذا لو مول اللي يشبه للعمامه تاع القاضي ولا الكرموسه ولا كيما حبيتوا تسميوها سميوه. عندي لو شوكولا بلون تاعي اللي ذوبتها من غير اي اضافات. من بعد ما ذوبتها نزلت عليها شويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا وخلطت مليح، باسكو هذا النوع تاع الشوكولا اللي انا خدمت بها هذه المره هي شويه ثقيل بصح هايله، شوكولا شابه وتنشف فيت في ما شاء الله. انا هنا عندي دو مول كل واحد فيه 12 حبه، صافي خدمت الاز بيانكم يعني دو فوا هكذا جيت نكمل الكونتيتي اللي راني حابتها. دهنت بيان سور لي مول سيليكون تاعي الطبقه الاولى دخلتهم للفريجيدير، من بعد زدت لهم الطبقه الثانيه مسحتهم بالبانسو هكذا درت شويه تاع الشوكولا ومسحتهم بالبانسو. راكم عارفين في المره الاولى ما راحش يحكم فيهم بيان 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 لو شوكولا، سي بور سا نستعملو دو فوا حتى لتروا فوا سورتو كي نكونوا حابين اون كوك لي تكون بيان ايباس باش ما تكسرناش باش لا فينيسيون تجي شابه ايتو. نعملو لا بروميير فوا تاع الشوكولا هكذا بالبانسو باش يساعدنا هكذا كيما راكم تشوفوا. ندخلها للكونجيلاتور ونعاود لها الزوجه حتى نتحصل على اون كوش بيان ايباس. هنايا بور لا فاغ سامبل اي فاسيل انا استعملت هنا هذا النوع تاع الكوفريت اللي هو بنوازيت كو نوازيت يهبل صراحه. درت 200 غرام نتاع الكوفريت 200 غرام نتاع البيسكوي اوريو ودرت 100 غرام نتاع حلوه الترك اللي هي الشاميه. هذه يعني قابله للتغيير ديروا سماريكم حابين. اختاريت غير البنون كيما نقولوا حنايا غير البنون بنيون، وهنا بيان سور لو كاراميل طافي كاراميل اللي راح نلم بها. سامبل اي فاسيل يعني حلوه شيك كلاس والبنه ما نحكي لكمش صراحه بنه ولا اروع. عجنتها مليح مليح بيديا حتى دخلتهم كامل في بعضياتهم. حليت هذيك حلوه الترك شوفوا تتلصق تبدا فغيم وتتعلق يعني ما شاء الله واحد لودور كان يمد منها الله يبارك. هذيك لافارس حاجه يعني ولا اروع ولو ميلونج يتمشى مع بعضه. هكذا عجنتها بيان حتى دخلت في بعضها بيان كوم الفو. ابخي خرجت هذاك لو مو سيليكون تاعي انايا من الكونجيلاتور كنت ديجا درت له دو كوش راهو باين درت له دو كوش وتاكدت بلي راهو بيان ايتو. من بعد انا هنا عندي لو ديكو جيل، ديكو جيل غو سوريز بنه يا البنات باش نحكي لكم صراحه جربوه سورتو لو غو سوريز ما شاء الله يعني واحد البنه الله اللهم بارك. درت شويه في القاع هكذا شويه برك في القاع تاع هذاك الديكو جيل غو سوريز راه فيه سيترون فيه تشينا فيه كامل لي غو فيه بزاف كليمونتين فيه بزاف 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 تاع لي غو. يعجبني هذا لو سوريز صراحه انا حنعاود نشري منه. درت شويه في القاع ومن بعد عاد زدت هذيك لافارس تاعي من الفوق هكذا. يعني انا ساعدني لو مول كان عندي بليزيغ مول خدمت ضربه واحده يعني اون فوا بور توت. يعني راكم عارفين كي يكون عندنا غير مول واحد ننغبنو حنا ندخلو ونخرجو في الفريجيدار فوالا سي بور سا خدمت دان سيكو فوالا بليزيغ مول. هنا لافارس تاعي راها باينه كيما كنتو تشوفو راها معلكه معلكه ما شاء الله. انا نعمرو ما نخرجوش حتى الفوق، انا هنا دي خرجت فيها شويه حتى الفوق نحاول نعمرو يعني بيان كامل هذوك لو مول سيليكون تاعنا وما نوصلوش حتى للتالي باش ما يجيناش بومبي باش كي نحطو على السابلي تاعنا يجي لاص ابيان. شوفوا كيما كتشوفوا هنايا انا نقصت شويه تجي زعما ما شاء الله الحبه تجي اللهم بارك. يعني صراحه جربوا هاد لو كاتو والله ما راح تندموا. وانا كان باقي لي السابلي من الوصفه اللي حطيتها لكم البارح في اليوتيوب، هذا هو يعني نفس الوصفه تاع السابلي اللي حطيتها لكم في اليوتيوب. رشيت عليه شويه تاع الكاكاو وهنا انا استعملته كقاعده للكاتو تاعي نتاع نهار اليوم. رشيت عليه هذا الكاكاو اللي حيمد له واحد لا فورم هايله. جبت ابري خرجت من الكونجيلاتور الكاتو تاعي هكذا من بعد ما كانت ماسك، وانا هنا ما مسكرتوش بالشوكولا لانه راح نحطه فوق الصابلي خليته غير من هكذا. هنايا جبت الناكري رحت ديريكتومون للديكوراسيون نخدمو حبه بحبه. يعني راكم عارفين الشوكولا بشي بو فراجيل ايتو نخدمو حبه بحبه. انا هنا خدمت حبه باش نوري لكم كيفاش خدمتها. مسحتها بالناكري باش نتحصل على هذيك لابريونس في الشوكولا راهي باينه جو بونس. شوفوا ديك لابريونس ما شاء الله
هكذا. ابخي نجيب شويه من هذاك الديكوجيل اللي درناه حنايا لداخل مع لافاكس، راح نحطو في الصابلي، راح نلصق به هذاك الكاتو تاعي، راح نحط شويه في الصابلي بهذا الشكل هذا. ادو ما نلصق الصابلي تاعي، راح نلصق به، راح يجي يعني ولا اروع. انا لي هذا ما بلعتش بالشوكولا هكذا، جو بونس كو سي ميو. فوالا راح تكون هذه هي هكذا. ودركا انا هنايا جبت هذاك، خدمت هذوك لي بيتي ديكور بالمول، بهذا المول سيليكون خدمتهم بلا بات اسوك. هادو انا هنا خدمت من هذا المول يعني بالشكل الدائري باش تعرفوا ابوبخي راه متواجده ماما عندكم كامل. انا عندي شويه تاع شوكولا بلون اللي ذوبتها اللي حلصق بها، راح نقلب هذاك لو موتيف تاعي، ندير له كلكو بيتي بوت هكذا دو شوكولا باش نلصق يعني شوكولا في شوكولا، غير باش يلصق لي برك هذا مكان بهذاك لو بانسو شويه برك باش يلصق لي في شوكولا سيتو. راح نحطو كتزيين يعني فكره هايله، تقدو تجربوها في اعراسكم ومناسباتكم ولا حتى في العياد، ولا كاين بزاف يحبوا يعني هكذا كيفي انا يتفنوا صراحه. انا لصقتها طاحت لي عدلت لصقتها. هنا انا عندي لي جيود، الجيود اللي درتها معكم موجود في القناه اللي هو 100 غرام تاع لو غليكوز، 100 غرام تاع السكر عادي كريستاليزي، نذوبهم مع بعضياتهم نعملوا لو كولورون اللي رانا حابينه، ونايطاليوه دون بابي كويسون ولا بابي يعني اللي يدخل للفور ولا حاجه، وكي بس نفتوه ولينا حجر ونخدموا به كما راكم تشوفوا. كي من هكذا انا درتو هذيك لا كولور لي شويه جايه ليجامون مارون، وهنايا ما نمسحوش كامل بالدوغ يعني شويه برك يعني هكذا كيما نقولوا طاشات برك، ماشي كامل هذاك الحجر لونه بالدوغي سيتو، وهذاك لو تور لونه كامل بالدوغي، كامل كامل لونه بالدوغي. راكم عارفين يعني الدوغي هو سيد الالوان صراحه، سورتو في لي غاتو في كل شيء يمدوا حتى النظره يعني ما شاء الله. هنا استعملوا بانسو اللي يكون رقيق، الريشه تاعو رقيق اللي باش يساعدكم الخدمه، ولا فينيسون راح تكون مليحه وتكون شابه وريزولتا تكون بيان في الاخير. راكم فهمتوا ابوبخي لو برينسيپ تاع الديكور تاعنا تاع اليوم. انا هنا جبت هذاك لو سوكر ناكري، سوكر مي او ميم طون جاي ناكري جاي بريون، حاولت يعني نعمل هكذا يعني بتيت توش ليجي يعني سور لو كوتي فوق هذاك لو سابلي مارون، حاجه خفيفه صراحه بيان بهذيك لا بيت كويير. حاولت نرش عليه سوغ كامل هذيك لا سيرفاس اي لو كوتي من الطرف للطرف كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه هكذا، ام بيتي توش اللي تزيد فيه النص فوالا كيما راكم تشوفوا. وهنايا بن هذيك لا بيتي بيرل هكذا نحط له فوق الشاشيه هكذا يجي ما شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم هذا النوع تاعنا تاع الكاطو تاع اليوم. خليوا لي في التعاليق ارائكم وسماكم تحبوا تشوفوكم وصفات ان شاء الله للعيد، راح نشارككم بزاف تاع الوصفات. ما تنساوش جيم وكومونتير. مع السلامه وصحه فطوركم.